أهلا بكم يا أصدقائي في حلقة جديدة من الكتاب المقدس الأصلي. لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس كي يصل لكم كل جديد، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب وأنتظر تعليقاتكم. نسمع الكثير عن تناقضات الكتاب المقدس من الناس هذه الأيام. يقول الكثيرين أنه بسبب هذه التناقضات لا يمكن الوثوق في مصداقية الكتاب المقدس. هل فعلا يناقض الكتاب المقدس نفسه؟ يمكن اعتبار تناسق النصوص وتماسكها وتوافقها دليلا على وحدة المصدر وسلامته، خاصة إذا كان هذا المصدر هو الله. أما التناقضات والتضارب في النصوص فيمكن اعتبارها دليل على تعدد المصادر وعدم صحة إسنادها إلى مصدر واحد، خاصة إذا كان هذا المصدر هو الله. الكتاب المقدس بأكمله في وئام تام. على الرغم من أن بعض الآيات قد تبدو متناقضة، إلا أنها يمكننا فهمها كما هي من خلال تطبيق واحد أو أكثر من المبادئ التالية. أولا، قد يبدو كلام أي كاتب متناقضا إذا أخذ بمعزل عن السياق. ثانيا، تأمل في وجهة نظر الكاتب، قد يكون صحيحا أن شهود العيان يصفوا حادث معين على الرغم من أنهم لا يستخدمون نفس الكلمات أو يقدمون نفس التفاصيل. ثالثا، ضعف الاعتبار العادات المشتركة والخلفية التاريخية. رابعا، ميز بين المعنى الحرفي والرمزي للكلمة. خامسا، اختار ترجمة دقيقة للكتاب المقدس او ارجع الى اللغة الاصلية. سادسا، لا تحاول التوفيق بين تعاليم الكتاب المقدس والافكار او المعتقدات الدينية الخاطئة. دعونا نلقي نظرة على بعض تطبيقات هذا الكلام من خلال بعض الايات. تأمل في مبدأ اخذ الكلام بمعزل عن السياق. كيف يمكن القول أن الله ما زال يعمل مع أنه قرر أن يستريح في اليوم السابع؟ يخبرنا سجل أحداث الخلق في سفر التكوين أن الله استراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي صنع. ونستدل من هذه الآية أنها تشير إلى راحة الله من أعماله الخلقية على الأرض في تكوين 2:2-3. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. وذلك لا يتضارب مع قول يسوع أن الله ما زال يعمل حتى الآن كما جاء في يوحنا 5:17. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فهو يتحدث هنا عن أعمال الله الأخرى التي نذكر منها الوحي بكتابة الكتاب المقدس والاعتناء بالبشر كما نرى في الآيات التالية. بطرس الثانية إصحاح 1:21: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الآن تأمل في مبدأ وجهة نظر الكاتب والخلفية التاريخية. أين شفى يسوع الأعمى؟ نقرأ في إنجيل لوقا أن يسوع شفى رجلا أعمى عندما اقترب من أريحا، بينما تخبرنا الرواية المقابلة في إنجيل متى أن يسوع شفى رجلين عميان بينما كانوا خارج أريحا. ونرى أن في لوقا 18:35-37: ولما اقترب من أريحا كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي، فلما سمع الجمع مجتازا سأل: ما عسى أن يكون هذا؟ فأخبروه أن يسوع الناصري مجتاز. وفي متى 20:29-34: وفيما هم خارجون من أريحة تبعه جمع كثير إذ أعميان جالسين على الطريق، فلما سمع أن يسوع مجتاز صرخا قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. هاتان الروايتان كتبت من وجهة نظر مختلفة. في الحقيقة الآيات لا تناقض بعضها، بل مكملان لبعضهما البعض. فبالنسبة إلى العميان، اهتم متى بذكر العدد بالتحديد فيما تحدث لوقا عن الرجل الذي تحدث إليه يسوع فقط. أما عن مكان المعجزة فقد اكتشف علماء الأثار أنه في زمن المسيح كانت هناك مدينتين تحملان اسم أريحة، وكانت مدينة أريحة اليهودية القديمة على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من المدينة الرومانية الحديثة. لذلك نستنتج أن يسوع كان بين هاتين المدينتين عندما صنع المعجزة. معظم التناقضات الكتابية المزعومة ليست حتى تناقضات واضحة، لأنه لا يوجد تعارض ضروري بين الافتراضين. على سبيل المثال،
العبارات الآتية: يسوع من نسل آدم ويسوع من نسل نوح، ليست متناقضة لأن كلاهما صحيح. التناقضات تعني الاختلاف في العقيدة، مما يعني بطلانها. إذا أكد الكتاب المقدس ادعاء معين وأكد أيضا ادعاء مخالف، فمن الواضح أنه لا يمكن أن يكون كلاهما صحيحا في نفس الوقت. إذا كان الكتاب المقدس يحتوي على معلومات متناقضة حقا، فلا يمكن أن يكون صحيحا تماما، حيث يجب أن يكون أحد الادعاءين خطأ. فإن الادعاء بأن الكتاب المقدس يحتوي على تناقضات هو تحدي حقيقي، وهو التحدي الذي يجب على المسيحيين أخذه بجدية للإجابة على الأسئلة المطروحة من الآخرين. إن كنت تريد معرفة المزيد، اشترك في القناة وفعل الجرس ليصل لك كل جديد، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب، وانتظر تعليقاتكم.